الملتقيات يعني ماذا بينا كثروا منهم، لماذا؟ لان هذا الاحتكاك هو اللي يخلي الفنان يعني يقارن روحه مع الزملاء ويشوف راه يعني وين راه واصل يعني في مجال الفن، هذا الفن التشكيلي اللي هو يعني كما نسميه همزه تواصل بين المجتمع والفنان. شارك في المعرض وطني وكانت تجربه رائعه، واستفدت من الفنانين الاخرين من تجارب تاعهم، وان شاء الله تتعاود دائما في الولايه تاعنا ويكون تشجيع اكثر للفنانين المحليين. شاركت في هذه التظاهره الثقافيه في ولايه النعامه باربع لوحات زيتيه، والحمد لله كانت المشاركه ثمينه جدا وجيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الفن التشكيلي هانشر نجدو من ولايه نعامه. الحمد لله شاركت بهذا الصالون الوطني طبعته الثامنه بثلاث لوحات زيتيه، والحمد لله ورانا نديروا معارض خارج الولايه ونشرفوا ولايه نعامه. نظمت دار الثقافة أحمد شامي لولاية نعامة الطبعة الثامنة لفعاليات صالون نعامة للفنون التشكيلية تحت شعار ريشة لمسات فنان بمشاركة 18 ولاية. هذه الطبعة التي عرفت مشاركة وجوه فنية معروفة في مجال الفن التشكيلي، هذه الطبعة تعرف كذلك ورشة مفتوحة خاصة تكوينية في مجال الفن التشكيلي وعدة أنواع من مجال الفن التشكيلي على غرار النحت ومختلف طبوع الفن التشكيلي. إن شاء الله تكون هالطبعة أكيد ناجحة وبمشاركة أكيد الفنانين المحليين. هذه الفنانين المحليين ذكر أنه وجوه فنية شابة شهدتها